اهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا مجمع البحوث الاسلامية وجه بوجود قافلة للتوعية بمناسك الحج والعمرة في مطار القاهرة الدولي وطبعا في هذا الاطار توجه 18 واعظ وواعظة من علماء الازهر الشريف لتوعية المسافرين لاداء فريضة الحج هذا العام او لاداء العمرة بتوعيتهم ب فكره او كيف يؤدون المناسك بالشكل الصحيح وده طبعا بياتي في اطار التعاون والتكامل بين كل فروع الازهر الشريف تحت قياده الدكتور آه الإمام الأكبر آه أحمد الطيب، وطبعًا آه ده شيء مهم جدًا وهنعرف أهميته أكتر طبعًا من خلال ضيفنا في الاستوديو الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف، برحب بحضرتك معنا دكتور عادل. أهلًا وسهلًا أستاذ محمد وكل المشاهدين الكرام. أهلًا بيك. وطبعًا يعني من حضرتك عايزين نعرف أهمية آه يعني توجيه آه لأول مرة عدد من الوعاظ إلى مطار القاهرة أو إلى المطارات لتوعية أه الحجاج الى بيت الله الحرام بكيفيه اداء المناسك بشكل صحيح بدايه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله صحيح. وصحبه ومن والاه وبعد ما يقوم به مجمع البحوث الاسلاميه حضرتك هي لبنه في بناء توعيه الحجاج وهذه اللبنه حضرتك فعلها النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج في اواخر ذي القعده في مثل هذا اليوم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتم به كثير من البشر بلغوا أكثر من 144 ألفا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية, الإسلامية حضرتك هي عبارة عن لبنة في توعية الحجاج خاصة في التيسير على الحجاج النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء في الحج إلا قال افعل أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام دائما يجنح للتيسير في الحج. ما يقوم به مجمع البحوث الإسلامية دائما وأبدا تذكير الناس بالإخلاص، دائما وأبدا حضرتك رحلة الحج تذكرنا برحلة يوم الحشر. ومن الأمر العجيب أن ربنا صدر سورة الحج بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم لماذا يصدر الله عز وجل سورة الحج؟ نعم ربطها بالحشر الأكبر لأن كل ما في الحج يذكرك بمآرك إلى الله كما بدأكم تعودون حينما يلبس الإنسان ملابس الإحرام إنما تذكره بملابس الكفن حينما يخرج الإنسان يتجرد من كل ما يملك يذكره أيضا بأنه كما قال ربنا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يعني الوعاظ يذكرون الناس بهذه القيم التي قد تغيب عن بعض الناس يذكرونهم أيضا بآداب الإحرام آداب الإحرام الإنسان مجرد ما يلبس الإحرام حرم عليه كل شيء يخرق هذا الإحرام يعني دائما زي ما قال ربنا عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج طيب. بينبيه الحجاج أيضا حضرتك أستاذ محمد على موضوع الفرق بين الركن وبين الواجب وبين السنه في الحج مهمه جدا الحج عند ابي حنيفه له ركنان الركن الاول هو الوقوف بعرفه ثم طواف الافاضه لو بطل الانسان لم يقف بعرفه او لم يطف في الافاضه بطل حجه مم. اما غير كده من الواجبات المبيت بمنى وغير وغير والاحرام وكل وعد الميقات كل هذه الامور كفرات. نعم يجبر بالدم مم. اما الركن فلا يجبر بالدم فالوعاظ يوضحون للناس ايه هؤلاء العلماء يوضحون للناس الفرق بين الركن وبين الواجب ما الذي يجبر بالدم وما الذي لا يجبر بالدم ما الذي لا دم عليه وما, وما الذي عليه دم مم. كل هذه الامور مهمه جدا جدا في توعيه الحجاج حضرتك طيب يعني الوعاظ الموجودين في المطار الي جانب التوعيه بمناسك الحج بالتاكيد هم هيتكلموا زي ما حضرتك قلت عن ازاي نقدر نحافظ حتى على هذه الحجه اثناء اداء الحج نفسه يعني نعم. مش بس الـ 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 يعني الحاجات الاركان اللي بتتم في الحج او اركان الحج ولكن ايضا سلوك الحجاج داخل نعم. الحج واثناء عمليه الحج نعم. وازاي ده ممكن يبطل عليهم حتى حجتهم نعم بالفعل هو دائما وابدا لو نشعر الناس والحجاج ايضا من خلال برنامج حضرتك بان رحله الحج رحله اصطفاء واجتباء الله يجتبي اليه من يشاء شفت الحج دلوقتي اختاره الله عز وجل من بين ملايين البشر صحيح فمعنى كده ان ربنا استدعاه روح دعاها للوصال حبيبها فسعت اليه تطيعه وتجيبه لما سيدنا ابراهيم عليه السلام قال له ربه واذن في الناس بالحج قال يا رب وما يبلغ صوتي قال يا ابراهيم اذن وعلينا البلاغ يستشعر الإنسان أنه مصطفى من قبل الله وأنه مجتبى طب المجتبى والمصطفى من قبل الله ماذا عليه أن يفعل عليه أن يشكر هذه النعمة نعمة أن ربنا وفقه للحج دون يعني آلاف بل ملايين من البشر ففي هذه اللحظات لابد أن نرسل رسالة لهؤلاء الحجاج دائما وأبدا يشكروا نعمة الله شكر النعمة تكون بإيه تكون بالتزام بما أمرهم الله عز وجل به في آيات كثيرة في القرآن الكريم تبين كيف أن المحرم ينبغي عليه أن يكون قانتاً لله أن يكون خاشعاً لله أن يجتنب كل المحرمات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يبينون أيضاً أن رحلة الحج هي رحلة العمر بمعنى إيه حضرتك؟ بمعنى دلوقتي الإنسان راح يحج والتزم بكل... الشروط بتاعة الحج م. رجع من حجه كيوم ولدته امه م. ولا ذنب عليه سيدنا عمرو بن العاص حضرتك لما اراد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاة والسلام. وضع يده في يد سيد الخلق عشان يبايعه م. ثم عمرو بن العاص سحب إيده قال له عليه الصلاه والسلام يا عمرو ارابك شيء شككت في شيء يعني لما قبضت يدك م. قال يا رسول الله قبل ان ابايعك اريد ان اشترط قال له وماذا تشترط يا عمرو قال أشتئط ان يغفر الله لي، عايز ربنا يغفر لي. م. قال له عليه الصلاه والسلام: يا عمرو الا تدري ان الاسلام يهدم ما كان قبله؟ م. وان الحج يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان التوبه تهدم ما كان قبلها. الشاهد في الحديث ان الحج يهدم ما كان قبله، يعني الانسان لو بلغت بس بشرط الا يظلم الناس م. حقوق العباد لها منحى اخر ولها جانب اخر انسان ارتكب كل الموبقات بس ما ظلمش حد ثم بعد ذلك ذهب الى الحج كفرت عنه كل سيئاته لان الحج حضرتك محط محطه محطه العمر ربنا عز وجل عايز يرحم العباد فيعمل ايه جعل محطه يوميه الصلوات الخمس محطه اسبوعيه يوم الجمعة. الجمعه محطه سنويه وهي شهر وهو شهر رمضان نعم. محطه العمر وهي الحج الى الحج والعمره الى العمره نعم. طيب الإخلاص في القول والعمل أثناء الحج يعني لابد أن يكون الإنسان مخلصا ويشعر بما يؤديه من مناسك حتى يغفر الله له ويعود كيوم ولدته أمه كما تقول نعم, نعم. روح العبادات هو الإخلاص ولذلك يتجلى حضرتك الإخلاص دائما وأبدا في كل خطوة من خطوات الحج م. مجرد ما يلبس الإنسان الإحرام بيقول إيه لبيك اللهم لبيك م. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بمعنى ان الانسان دائما وابدا مجرد ما يلبس الاحرام يعني يجرد النية لله عز وجل، لا مفاخرة ولا مباهاة ولم يخرج رياء ولا سمعة ولا بطرا وإنما خرج ابتغاء وجه الله. فعلى هذا الأساس إنما يتقبل الله العمل بشرطين، أي إنسان بيعمل مننا عمل لابد العمل ده يكون له شرطين حتى يرفع. قال عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه شرط قبول العمل استاذ محمد حاجتين اول حاجه ان يكون خالصا لوجه الله اثنين ان يكون وفق هدي النبي عليه الصلاه والسلام طب الكلام ده جبناه منين من, من اخر سوره الكهف ربنا بيقول ايه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا العمل الصالح أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال خذوا عني مناسككم، يعني واحد يروح يحج دلوقتي ويخترع نوع من أنواع الحج أو مناسك جديدة لا، لابد أن يلتزم بما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو العمل الصالح، اثنين أن يكون العمل خالصا لله وهذا معنى قوله تبارك وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم طب لو سالت حضرتك عن مناسك الحج و يعني ما هي مبطلات الحج ايضا لو حضرتك تدينا فكره لان في ناس طبعا التي بتستعد انها تتجه الى الاراضي المقدسه وبالتاكيد محتاجه تعرف اكثر عن المناسك. هناك حضرتك اركان وهنالك واجبات في الحج وهنالك سنن الركن حضرتك هو الذي اذا سقط بطل حج الانسان. وعند الامام ابن حنيفه وهو ايسر المذاهب بناخذ به حضرتك انه الحج له ركنان الركن الاول هو الوقوف بعرفه ادرك جزء من, من النهار في الوقوف بعرفه او الليل خلاص على هذا الاساس قال عليه الصلاه والسلام وقفت بعرفه وعرفه كلها موقف وكما قال عليه الصلاه والسلام اثنين طواف الافاضه الذي ورد في قوله تبارك وتعالى في اذا افضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ما الشوكل في حد ده. نعم آه. نعم على هذا الاساس طواف الافاضه والوقوف بعرفه م. طيب بالنسبه للانسان اي اي حاجه بعد كده تجبر عن طريق الدم واحد مثلا لبس مخيطا هنالك شروط للاحرام يجب عليه الدم واحد مثلا عدى الميقات دون ان يلبس الاحرام يجب عليه الدم على هذا الاساس فلا بد ان نفرق دائما وابدا واحد لم يبت بمنى على هذا الأساس لابد أن نفرق حضرتك بين الركن وبين الواجب خاصة في موضوع الحج مهم جدا جدا م. أنه بعض الناس دائما وأبدا يجنح للتعسير على نفسه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسر على الناس قال اذبح ولا حرج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في الحج بعد أن حج حجة الوداع إلا قال افعل ولا حرج تيسيرا على الناس طيب. هل يمكن أو يجوز الذبح في الحج مع وجود أه نية الأضحية يجوز حضرتك بس هنا فرق العلماء بين حاجتين جمهور العلماء على أنه لا يجوز التشريك في الكفارات أو الفرائض إنما يجوز التشريك في السنن طب هنا على سبيل المثال يجب عليه دم اذا كان حاجا قارنا او متمتعا نعم لا. لانه الحج ثلاث انواع م. النسك اما يكون مفردا واما يكون متمتعا والمتمتع حضرتك يعمل عمره بعد كده يتحلل من الاحرام بعد كده يبدا من يوم الترويه يلبس الاحرام من جديد هذا لا. هو ايه التمتع لا. فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي طيب وممكن يكون قارن قارن لبس الاحرام من مطارنا من المطار هنا في مصر هنا بعد كده يظل الى ان يرمي الجمرات على هذا الاساس لا يتحلل من احرام آه يلزم نفسه بهذا الى لغايه لما ينتهي الحال هل في فرق في الثواب؟ لا العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ام متمتعا؟ على خلاف مطول بين العلماء ولكن حضرتك التيسير يكون من ناحيه عدم الالتزام الكامل بال بال بالإحرام فالأفضل كما قال العلماء هو التمتع لأن القرام بقيد الإنسان بيخليه من لبس الإحرام حوالي 15 أو 20 يوم بهذه الطريقة فصعب جدا جدا على النفس طب مع غلاء الحج يعني أصبح الغلاء طبعا كبير جدا لأن العدد بيبقى عدد محدود عايز يروح لنفس المكان وكل الناس طبعا نفسها تروح في ناس غير قادرة أنها تروح للحج وبتحاول يمكن بيكون نفسها بس مش قادرة نعم أ... هل ده ظل عليه الفريضه تظل يعني حاجه لم يؤديها تظل عليه ويفضل هو عنده احساس انه هو في حاجه ناقصه في الدين عنده او في اسلامه؟ حضرتك الحج ربنا فرضه للقادر المستطيع لم يفرضه على كل البشر قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحج حضرتك والاستطاعه انواع الاستطاعه ماليه معاه فلوس يوصل استطاعه بدنيه استطاعه امن الطريق يعني واحد كان معاه فلوس الفتره اللي فاتت ديت وبدنه ما شاء الله صحته ولكن وباء كورونا لما حل ونزل فبالتالي ليس هناك استطاعه فالاستطاعه تنقسم الى ثلاثه اقسام استطاعه بدنيه نفسيه امن الطريق فان توفرت الانسان وجب عليه الحج طب واحد مش قادر يحج حج بنيته دائما وابدا نيه المرء خير من عمله بعض الشعراء كان لما يجد الحجيج يتقاطرون الى البيت الحرام كان ينشد ويقول يا راحلين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راح ونية المرء خير من عمله وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لقد تركنا رجالا بالمدينة غزوة تبوك رجالا بالمدينة تخلفوا عن غزوة تبوك ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العزر ليس العبرة بالوصول إلى البيت ولكن العبرة بالوصول إلى رب البيت ليست العبرة بالأجساد ولكن العبرة بالقلوب لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالإنسان ممكن يحج وهو قابع في بيت يحج عن طريق النية عن طريق أنه يصلي الفجر في جماعة ثم يجلس يذكر الله عن طريق أن يشارك الحجاج في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام العام على الإطلاق فيها ذكر الله فيها ذبح الاضاحي، فيها الشكر، فيها كل لماذا فضلها الله عز وجل؟ لانها فيها امهات العبادات كلها، لن تجد عباده من العبادات من صيام وصدقه وقيام ليل وذكر الله عز وجل واضاحي وهدي الا وتجدها في هذه الايام افضل ايام العام على الاطلاق. فالانسان ممكن يشترك مع الحجاج في الاجر طب ولو حد بي يعني في ناس اعرفها بتحط النيه انها عايزه تحج مثلا للسنه لو هو ما حجتش حجش في سنه يحط نيه انه عايز يحج السنه اللي بعدها نعم ولكن لا يستطيع وكل عام يصنع يضع النيه هل هذا يجعله يعني كتب له ما نوى آه كتب له ما نوى نعم الحديث واضح انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ورد انه يؤتى بالعبد يوم القيامه وقد بنى لله مسجدا وقد حج الى بيت الله الحرام وقد فعل فيقول اي ربي لم افعل هذا انا لم ابني مسجد ولا حجيت فيقول الله عز وجل نويت ولكن لم يمهلك القدر نيه المرء خير من عمله طب سؤال الاخير لحضرتك سريعا كده التلبيه تلبيه الحج متى تبدا تبدا حضرتك بمجرد لبس الاحرام بمجرد لبس الاحرام نعم وتنتهي عند رمي الجمره الاولى فعلى هذا الاساس بدايه من لبس الاحرام يبدا الانسان لبيك اللهم لبيك ان شاء الله احنا بنتمنى يعني طبعا ان نكون مع الحجاج في يوم من الايام باذن الله وبنتمنى التوفيق والغفران لكل الحجاج وان شاء الله يكونوا يعني في طاعه لله عز وجل وربنا يوفقهم ويرجعهم جميعا بالسلامه اشكرك الله. شكرا جزيلا دكتور عادل شكراً. المراغي احد علماء الازهر الشريف على وجودك معانا والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه لبرنامج هذا الصباح وغدا ان شاء الله لقاء جديد وفريق عمل جديد